أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الأدوار المهمة للقطاع المالي والمصرفي في رفض الاقتصاد الوطني وجذب الفرص الاستثمارية النوعية، منوها بأهمية مواصلة دعمه بما يسهم في تعزيز أدواره على الأصعدة المختلفة. نعم، جاء ذلك لدى لقاء معاليه بحضور سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، السيدة جولي موناكو رئيس القطاع العام العالمي في مجموعة سيتي بنك، وعددا من المسؤولين في البنك، حيث أشار معاليه لأهمية مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية والعمل على تبادل التجارب والخبرات المالية وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية الداعمة للنمو الاقتصادي. كما جرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات في المجال المالي والمصرفي وآخر التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.